رجل ترك لنا إرث، إرث للتحدي في تحدي، يعني جاء إلى أرض خريبة صراحة، الأرض ما فيها أي شيء. أنا أذكر أني ما كان شيء فيها فنادق، كنت أنا أسكن في معسكر لشركة إيطالية تستنقب عن النفط، ما كان فيها أوتيلات، ما كان فيها أي شيء. وكل سنة نجد طرق جميلة، أناقة في البناء، أناقة في الطرق، أناقة في ترتيب المدن، حتى المدن الخارجية مش مسقط، برا أنا كنت أروح معاه للمدن الخارجية وأحضر بعض اجتماعاته مع شعبه وكذا. رجل بيض الله وجهه ورحمه الله، وأملنا الآن بالسلطان الجديد اللي هو إن شاء الله خلف لخير سنة بإذن الله، وإن شاء الله أمان ستستمر. الآن نحن نقطف ثمار الأشياء اللي عملها السلطان قابوس رحمه الله، والسلطان هيثم ذلك الرجل اللي كل العالم أطروا قدراته، ومن الآن احنا نحس أنه استلم أمانة راح يتمتع فيها الشعب العماني، وراح تكون أيقونة العالم كله راح يزورها ويتمتع فيها. فهي منطقة استثمارية مهمة، منطقة جغرافية مهمة، منطقة مكتملة الخدمات، منطقة شعبها رضي وهاني وهادي ومستقرة. وفق الله عمان والعمانيين بسلطانهم الجديد، ونتمنى الرحمة ونأمل وندعو بالرحمة لذلك الرجل اللي ظلينا نتذكره مش بعمان، كل دول الخليج. اللهم آمين. أستاذ أحمد، أنت قابلت كثير من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء، ماذا ميز جلال السلطان وأنت في بداية عصر النهضة المباركة؟ شفت التحدي ماله، كان التحدي ماله ميزة، جاء البلد يعني أنشأها من الصفر، هذا نوع من التحدي. اثنين، وليس معنا إمكانات المالية يومها ليست بذاك، ولم حتى يستعين بمعونات مالية من الخارج، كلها عمانية. اثنين، هذا الرجل أيضا اشتغل في بلده وليس سلطانا منتفع، لم يستفيد هو شخصيا منها إلا بمتعة النجاح بالإنجاز، ما يعني خزن أموال للجيبة ولا طلع بكذا. وكل وسائل النهضة اللي سواها سواء قصور أو سواء آليات كلها يقول لي أن هذه ليست ملكي، ملك العمانيين، هذه بتؤشر لقوة الدولة وضعفها. هذا اللي اسمه رجل غير منتفع، يعني رحمه الله. ما الحين ما عنده إرث إلا عمان ككلها للعمانيين. في بعد يعني بعض العناوين اللي ذكرتها، يعني أتحدث إلى الناس كواحد منهم، وكذلك العنوان الآخر لا شيء لي وكل شيء لعمان وأهلها، وهذا الخطاب الثاني طبعا، والخطاب الأول كان عن السلطان قابوس يتحدث إلى السياسة. صحيح، يعني أنا قابلت عدة مرات وكان الرجل يعني شو اسمه، وقلت في مرة من المرات قلت له يا جلالة السلطان، يعني الناس يتمنوا يشوفوك مبتسم، لكن يبدو أنه مشاغل البلد مبعدتك عن الابتسامة. قال له يا أخي تفضل أنا مبتسم، وري الناس اللي تبوها. يوم صورنا وهو يبتسم وتوبعت من كل الخليج يوم رحم الله سلطان قابوس.
إذا رجعنا مرة أخرى لعام في بداية أول حوار ونعيد الحوار مرة أخرى، وش هو هذا العنوان البارز راح يكون للأستاذ أحمد الجار الله لحوار صاحب بالنسبة الجلالة؟ شوف أنا يعني لو شباب بقول بارك الله في وعدت وأوفيت، يعني لو حصل إني شو اسمه بقول له وعدت وأوفيت. شوف هذا أول رئيس دولة شعبه كله يحبه، يعني رأس الدول في ناس ما يحبونه، في ناس يعني يدعون عليهم بدلا يدعوا لنا. هذا السلطان كل شعبه يحبه، ما فيك انت تتكلم عن السلطان في عن امام عماني الا بالخير وبال، وهو صح، مش لانه غير ذلك. بالضبط، ما بين فترة أخرى أنت كان في حوار يجمعك بجلالة السلطان، الحوار اللي خارج عن الصحافة اللي ممكن تقوله اليوم لكل من والله كنت يتابعنا. دائما نتكلم عن إيش اسمه، هو طموحه وش يبي من عمان، حتى يعني مرة من المرات قلت له أنت عندكم الآن عواصف ومياه وكذا وكذا، وقلت له يعني ترى أخوانك في الخليج ممكن يعينوا عمان وعمان عزيزة. قال لا، إحنا لا نحتاج ولا نريد منة أحد، العمانيين هم بأنفسهم سيتصرفوا أمام أي كوارث وش اسمه، وأنا وثقتي بالعمانيين إنهم هم يسوون. يعني بيت وش اسمه، رجل كان طموح، طموح في كل شيء، طموح حتى في الروائح الطيبة، يعني هو بيخلط العطور، طموح بكل ما حواليه، طموح بالأناقة، طموح بعمل الشيء اللي أمامه باكتمال. عرفت؟ بعد أحد الحوارات اللي تابعناها لك ولخطابك لجلالة السلطان والحوار معه، في هيبة للمكان، إذا سقط شيء ينسمع في كافة أرجاء المكان. بوبار الرجل يعني كل حواليه عمان كلها، أنت تدخل عمان شعبها ما تسمع صوت،